السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هنحاول نختصر النقاط المهمة الخاصة بمنهج 11 متقدم في مادة الكيمياء، بداية من منتصف الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني. السؤال الأشهر بالنسبة لي اللي ممكن نجيله بأكتر من صورة، أي مما يلي يعبر عن نسبة تفاعل الأكسدة في الخلية الجافة؟ ممكن يبقى بصورة تانية، أي مما يلي يعبر عن نسبة تفاعل الأكسدة في الخلية أو في خلية الوقود، في خلية النيكل كادميوم، في خلية المركب الرصاص. ونفس السؤال ممكن يقول لي أي مما يلي يعبر عن نسبة تفاعل الاختزال، مرة في الخلية الجافة، مرة في خلية دانيال، مرة في المركب الرصاصي، مرة في خلية الوقود، مرة في النيكل كادميوم، حسب نوع الخلية اللي وضع الاختبار هيستخدمها. على هذا الأساس أنا بغير صيغة السؤال، وبالتالي بيكون عندي في كل مرة أربع معادلات. أربع معادلات بختار منهم المعادلة الصحيحة. هنشوف الاختيارات اللي عندي. يكون الاختيار الصحيح هو Zn، زد ان بلس 2 زائد 2 الكترون. ليه اخترت زد ان وزد ان بلس 2 زائد 2 الكترون؟ لان الانود في الخليه الجافه هو قطب الخرسين او الزنك، فبيحصل له عمليه اكسده فبيفقد 2 الكترون. طبعا عدد الالكترونات المفقوده لازم يساوي عدد الالكترونات المكتسبه. نفس السؤال زي ما اتكلمنا من شويه، قلنا ان انا ممكن اقوله على اي مما يلي يعبر عن نسبة تفاعل الاكسدة في خلية دانيال. هنا نفس السؤال مع نفس الاجابة، ازاي؟ لان خلية دانيال قطب الانود اللي فيها هو نفسه قطب الانود اللي في الخلية الجافة، اللي هما الاتنين هو قطب الخرسين او الزنك، فبالتالي هتكون الجواب نفس المعادلة، زد ان يتحول الى زد ان بلس 2 زائد 2 الكترون. طيب بعد كده بنشوف نوع تاني من الأسئلة، برضو الاختيار من المتعدد، واللي أي مما يلي يمثل التغير في عدد تأكسد الكالسيوم في التفاعل التالي. طب ما أنا ممكن أغير بدل كلمة الكالسيوم أخليها المغنيسيوم، أخليها البريليوم، ده في حالة إن أنا هتكلم على المجموعة الثانية، هتكلم على المجموعة الثالثة، هتكلم على الألمنيوم، حسب صيغة الموضوع. طب يبقى CA زائد CL2 هيكون CA CL2. هنا CA عدد تأكسده بيساوي صفر، CL2 عدد تأكسده بيساوي صفر، لكن CaCl2 كمركب كله عدد تأكسده بيساوي صفر. أنا عارف إن CL دايما بيكون عدد تأكسده بسالب واحد مضروب في اتنين، إذا عدد تأكسد الكلور سالب واحد في اتنين، يبقى المجموع بتاع CL الكلورين سالب اتنين، وبالتالي بما إن المركب CaCl2 يساوي صفر، إذا CA لازم يكون بيساوي موجب 2، عشان يكون موجب 2 ناقص 2 يساوي صفر. يبقى الجواب هو موجب 2. هنا بيقول لي أي المعادلات التالية تعتبر صحيحة عند احتراق غاز الإيثان في وفاة من أكسجين؟ كل الهيدروكربونات عندما تحترق في وفرة من الأكسجين تعطي ثلاث ثوابت أو ثلاث نواتج، هما الكربون دايكسيد ووتر بلس الهيت. وبالتالي لو أنا اتكلمت على الإيثان زي الهكسان زي البيتان زي البروبان زي الميثان أو أي هيدروكربون من نوع آخر، عندما يتفاعل بيكون الناتج عبارة عن ثاني أكسيد الكربون ومعاه المية ومعاه الحرارة، بأكد إن هو في وفرة من الاكسجين. طب في عالم وفره بيكون الاحتراق غير تام او غير كامل، فالنواتج تتغير الى سي او او سي. طيب هنا انا كاتب الايثان، هيجي ميثان، هيجي بروبان، هيجي بيوتان، حسب نوع السؤال. طب السؤال لو هيجي بصيغه ثانيه هيقول لك اكتب معادله تمثل احتراق الهيدروكربونات في وفره من الاكسجين. طيب سؤال ثاني، أي الأحماض تمثل الإلكتروليت في المركب الرصاص؟ أو سؤال بصيغة تانية، ما هو الإلكتروليت في المركب الرصاصي؟ المركب الرصاصي عبارة عن قطبين، قطب آنود وقطب كاثود. الآنود هو قطب البي بي اللي هو الليد أو النحاس، آسف الرصاص، والبي بي أو 2 اللي هو الليد أو
ثاني أكسيد الرصاص. الاثنين موضوعين في إناء واحد في إلكتروليت هو ال H2SO4. طب السؤال بعد كده هيسألني على إلكتروليت في خلية تانية. طب لو اتكلم على خلية دانيال، لو اتكلم على خلية دانيال هقول له الإلكتروليت عندي إلكترولتين، الزد إن موضوع في زد إن SO4 والسي موضوع في سي SO4. لكن السؤال هنا مختلف، السؤال بيقول لي أي الأحماض تمثل الإلكتروليت في خلية الوقود؟ خلية الوقود ليها الكتروليت واحد هو KOH، وعنده قطبين ممثلة الأنود والكاثود هما الهيدروجين والأكسجين، أما الالكتروليت فهو KOH. نيجي للسؤال اللي بعد كده، أي نوع من التفاعلات التالية يحدث عند تفاعل الهكسان مع كرو؟ أي ألكان يتفاعل بالإحلال؟ يبقى بغض النظر عن اسم الهيدروكربون اللي مكتوب لي في الامتحان أنا بتعامل معاه إزاي؟ أنا كتبت هكسان، كتبت إيثان، كتبت بروبان، كتبت بيوتان، ما يهمنيش. المهم إن هو يتفاعل مع أي هيدروجين هيكون نوع التفاعل تفاعل استبدال أو إحلال. بينما العكس لو انا هتكلم على نوع تاني من التفاعلات ويكون عندي رابطه ثنائيه زي الالكينات هيكون نوع التفاعل هنا بالاضافه. السؤال اللي بعد كده سؤال شهير جدا، يا اما يسالني على الصيغه العامه للالكانات او الصيغه العامه للالكينات. طيب هو بيسألني على الصيغة العامة للألكانات يبقى CN H2N بلس 2، وسألني على الألكينات CN H2N فقط. يبقى الألكانات CN H2N بلس 2 يعني ضعف، يعني عدد الهيدروجين ضعف الكربون زائد 2، بينما في الالكينات هو الضعف فقط، يعني CN H2N يعني عدد ذرات الهيدروجين ضعف عدد ذرات الكربون فقط. يبقى عندي الكانات CN H2N بلس 2 كده، عندي الكينات CN H2N. طيب نيجي للمونومرات والبلمرة أو عملية البلمرايزيشن. عندي نوعين من البلمرة، بلمرة اديشن بلمرة او اديشن بولمرايزيشن وكوندنسيشن بولمرايزيشن، واحدة بالاضافة واحدة بالتكاثر. بالاضافة يبقى المونومرات من نفس النوع، طب الناتج يكون ناتج واحد فقط. بالتكاثف عندي مونومرات مختلفة، المجموعات الوظيفية مختلفة، والناتج اكثر من ناتج او ناتجين، ناتج رئيسي وناتج ثانوي، غالبا ما يكون الماء. هنا بيقول لي أي مونومر مما يلي يمثل أو أي مونومر مما يلي يستخدم في إنتاج بولمر البولي إيثين. طالما كلمة بولي وإيثين يبقى أنا دايما المونومر عندي هيكون إيثين. طب بولي بروبين يبقى المونومر بروبين، ليه؟ لأن المونومر بيكون من نفس النوع. طب بولي بي في سي اللي هو بولي فينيل كلورايد أو بولي كلوريد الفينيل، هشيل برضه كلمة بولي يبقى كلوريد الفينيل. أنا بتكلم على البولي إيثين، وبالتالي المونومر هيكون CH2 دبل بوند CH2 اللي هو C2H4 اللي هو الايثين. طيب لو اتكلمت على اللي بعديه نفس السؤال، اي مونومر يمثل المره دي مين؟ البولي بروبين، هيكون الناتج هو ايه؟ البروبين. يبقى انا عندي طالما اضافه يبقى المونومر هيكون من نفس النوع، لكن بالتكاثف نوع ثاني يختلف. يبقى انا هختار اي مونومر ما يستخدم في انتاج البولي بروبين وهو هيكون البروبين.